السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الروح، حيث نتعمق في آي القرآن الكريم، نحاول الفهم والتدبر، ونستمع إلى الأصوات الجميلة الراقية في أدائها وفي المعاني التي تصطحب تلك الابتهالات وتلك الوصلات الفنية. كما نعرج دائما إلى مجال الكلمة الطيبة الموزونة، إلى الشعر الجميل. كل ذلك مشاهدينا الأعزاء سنمتعكم به في حديث الروح وفي هذه السهرة. باسمكم أرحب بأساتذة الأفاضل والذين سيفيدوننا ويمتعوننا في هذه السهرة. فضيلة الشيخ موسى عزوني، مرافق لنا في البرنامج، أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا استطاعها، وأهلا بالضيوف الكرام جميعا، بيحفظكم إن شاء الله. أمين رب العالمين، مرحبا بكم. كما يسرنا ويشرفنا نستضيف أستاذ الفاضل مصطفى بالقاسمي، أستاذ الأدب العربي بجامعة تيزي وزو، شاعرا معنا في هذه السهرة. أهلا وسهلا بك أستاذنا. شكرا، مرحبا، شكرا للحاضرين كلهم وللمشاهدين، تحياتي. شكرا جزيلا على حضوركم معنا وعلى قبول هذه الدعوة. معنا القارئ والمنشد الفنان زهير فارس، أهلا وسهلا بك زهير. شكرا أخ طه، وبارك الله فيك على هذه الدعوة الكريمة. العفو، أنتم بين أهلكم وأنتم في قناة القرآن الكريم، فاعلون أيضا في العديد من المجالات فنا وحتى في مجال قراءة القرآن وتجويده وترتيله. شكرا جزيلا الأستاذ يوسف سلطاني، أهلا المرافق لي في هذا البرنامج. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف، مرحبا. أهلا وسهلا أخي طه، تحية إليك إلى الضيوف حاضرين معنا، وأنا أتشرف دائما بوجودي معك ومع هذه الثلة من العلماء والأساتذة. شكرا جزيلا لكم ولفرقتكم، فرقة سماع التي تشرفون عليها وعلى الأعمال التي تقدمها وتمتعنا دائما بها في سهرات حديث الروح. كما عودناكم مشاهدينا الأعزاء، نستمع إلى آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم بأصوات جميلة ننتقيها في هذه السهرة. الصوت الجميل معنا هو الأستاذ فارس، قارئا ومنشدا أيضا. نستمع إلى آيات بينات نستهل بها هذه السهرة من سورة الحج الآية 18، لننصت مشاهدين الأعزاء إلى هاته التلاوة الطيبة العطرة ترتيلا لآيات الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لكم أستاذنا الفاضل أستاذ زهير فارس، تقبل الله منكم هذه التلاوة الطيبة العطرة. شيخ موسى، نستفيد مما تقدمه لنا، من ما تشرحه، مما تفسره من الإضاءات الجميلة حول هذه الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله
الذي هدانا لهذا القرآن، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أخضع العباد لعبادته بأن فرض السجود، بأن فرض على هذا الجسم الذي أصله طين وتراب، فرض عليه أن يذعن وأن يخضع وأن يلين بين يدي خالقه سبحانه وتعالى في حركة لا تجوز لغير الله عز وجل، بأن يضع أقدس ما يملك وهو الوجه الذي يخاطب به الناس ويقابل به الخلق على الطين التي قال فيها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقمة العبودية وقمة الشعور بإنسانيتك وآدميتك وتكريم الله لك إنما هي في حالة الاقتراب للخالق عز وجل بحركة اسجد واقترب. عندما تسجد ستقترب، تقترب روحانيا. وأنا أسمع لأخي فارس وهو يقرأ هذه الآيات الماتعة من سورة الحج في مادة السجود التي تعلمنا ونحن صغار كلمة المساجد، فهناك المسجد وهناك عامر المسجد بما يسمى بالساجد، وديننا دائما يقدم الساجد على المسجد، إنما يعمر مساجد الله، لا عبرة بجدران ترفع ولا بمنارات يزيد علوها ولا بقباب تصمم، إلا إذا حققنا ما قاله تعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم السجد، أو الناس الذين يعمرون المسجد بالذكر والصلاة والسجود. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هي حركة ركوع وسجود لله سبحانه وتعالى. ثم أن الله سبحانه في القرآن الكريم قال بأنك أيها الإنسان لست وحدك من تسجد، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد من في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لابد أن تضع نفسك أيها الإنسان ضمن هذه الأفلاك، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أنت تطوف في هذا الفلك مع كل هذه المخلوقات وهذه الأفلاك، وكل ما خلقه الله وأودعه في هذه البسيطة مما علمنا ومما لم نعلم ساجد لله عز وجل، مسبح لله عز وجل. حتى الملائكة جاء في الحديث: أطت السماء، أي نزلت، وحق لها أن تأط، وما من موضع قدم فيها إلا وفيه ملك ساجد يعبد الله سبحانه وتعالى ويذكره. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وجاء في قوله تعالى: والبيت المعمور، أن البيت المعمور بيت في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 ملاك لا يعودون. قال تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، وقال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولهذا وجدنا أن أول ما أمر الله به في الحوار الأول في بدء الخليقة عند أبينا آدم الأول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فإن أول باب يسمى باب الافتقار والذلة والخضوع لله عز وجل، ومنها منزلة المخبتين التي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المخبت خبت الأرض، خبتت الأرض أي سكنت وانخفضت، أو الأرض الخبت هي المنخفضة،
إشارة إلى أن منزلة المخبتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون في سورة الحج، أي تواضع وانخفض عكس الاستكبار. إبليس ما الذي حدث له؟ حدثت معه صفة الاستعلاء بلفظ أنا، فكانت الأنا هي أول لفظة معصية، نجمت عن حقد وحسد وغل لآدم، أنا خير منه، فكان الحقد والحسد مدعاة للفسق والكفر والاستكبار على آدم، أنا خير منه، خلقته من نار، خلقتني، خلقته من طين، وخلقتني من نار وخلقته من طين. إذن الذي يرفض أن يسجد هو مستكبر. قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبالمناسبة من أعظم أسباب دخول النار الاستكبار. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والذي يفر من حركة السجود لله في الأرض نقول له ستسجد لكل شيء، ستسجد للشيطان وستسجد لهوى نفسك. إن الله سبحانه وتعالى جعل كل المخلوقات ساجدة ولو بظلها. قال بعض أهل العلم الكافر تكبر على الله فأسجد الله ظله كرها لله عز وجل، بمعنى ظل الإنسان الذي لم يؤمن بالله، لكن حقيقة الظل ساجد لله عز وجل. كما أن الكل يسبح، وبقي هذا الآدم الذي من المفروض كرم بالعقل هو الوحيد الذي ينسى وهو الذي يفسد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بل هو الذي يتكبر. فإذا هو ماذا؟ ليس خصم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أقول أيها الإخوة الأكارم في هذه المداخلة إننا نتكلم على طرق باب الافتقار في حركة السجود لله عز وجل التي جعلها الله سبحانه حركة تتساوى فيها وحدات الأمة ووحدات الإنسانية، يستوي فيها الفقير مع الغني والرئيس مع المرؤوس، وطلب منا أن نقوم مثنى وفرادى. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم طلب منا أن نعلن الولاء الفردية وأن يكون مثنى، ثم طلب منا أن نعلن الولاء الجماعي، ليس خلسة خلف بعضنا البعض حتى يستقر في خلد العبد أن السيد سجد وأن الرئيس سجد أمام المرؤوس وأن الغني سجد أمام الفقير، فتتساوى حركات الناس جميعا أمام حركات السكون والسجود لله في حالة الافتقار لله الواحد القهار. وكل من أذعن لله سيعيش غني النفس ولن يسجد لشيء آخر، ولكن من أراد أن يفر من هذه فسيعبد كل شيء فيما بعد. قال محمد عبده أيها الإنسان أنت عبد لله وسيد للكون فيما بعد. ابن القيم قال نظرت الأبواب جميعا فرأيت عليها الزحام، فنظرت إلى باب الافتقار فوجدت قلة يلجون إليه فوقفت عنده. نحن اليوم نتكلم على أعظم الأبواب وهو باب الافتقار، والأخيار في الأمة هم الذين يخفضون الجناح، يحتقر نفسه أمام كل عابد، لا يرى نفسه أفضل من الناس. التواضع هو أن لا تشعر بأنك متواضع. التكبر ولو ذرة ولو ذرة. احذر أيها الأخ، إن حركة السجود لله تعلمك على قدر هذه الحركة التي تنزل بها إلى الأرض على قدر السمو الإيماني والروحاني، وتعيش بين الخلائق معتزا بإيمانك، وتتعرف على بني جلدتك وبني إخوانك، لكن تعرف المتواضع الذي يخفض الجناح. واخفض جناحك للمؤمنين. بارك الله فيك، فتح الله عليك أستاذنا الفاضل هذه النفائس والدرر الغالية في شرح هذه الآية الكريمة.
كلنا أيضا شوق لنعود ونستمع بصوت الصوت المتميز والجميل صوت الأستاذ زهير فارس إلى هذه الآية من سورة الحج تجويدا لنستمع بعدها إلى التحليل النغمي. تفضل أستاذ زهير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا، أحسنتم وبارك الله فيكم على هذه التلاوة الطيبة. أستاذ يوسف سلطان يستمع إليكم وما تتفضلون به في مجال هذه القراءة أو في هذا المقام الذي قرأ به أستاذ زهير. تفضل. إذن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طبعا بين أيدينا اليوم الشيخ والمنشد والقارئ زهير فارس، طبعا الحاضر معنا بهذا الجمال في صوته وفي شخصه. استمعنا إليه مرتلا ومجودا لهذه الآيات الكريمات من نغمة الحجاز. زهير فارس طبعا من الأصوات الإنشادية المعروفة على المستوى الوطني وحتى العربي وحتى الدولي، كونه منشدا يعني بلغ صوته الآفاق. أيضا هو مقرئ، أيضا يجوب صوته أيضا الأمسيات القرآنية، وهو إمام ومعلم للقرآن الكريم. طبعا كل هذه الأشياء التي حبه الله بها سبحانه وتعالى، ونحن على يعني صداقة وأخوة منذ زمن بعيد، تقريبا منذ شباب، يعني أقول منذ أكثر من 20 سنة، يعني بداية يعني الشباب. ربي يبارك. أي والله، فأنا أعرفه منذ زمن بعيد وأعرف مثابرته وحبه للقرآن الكريم، حبه للكلمة الطيبة، وما زال كذلك إلى يومنا هذا. ربي إن شاء الله يبلغ المقصود ويعطيه كل الخير إن شاء الله. إذا استمعنا إليه مرتلا ومجودا من نغمة الحجاز. هذه النغمة الشرقية، أقول هي شرقية بامتياز وعربية بالخصوص، ثم إن اسمها أخذ من موطنها الحجاز. ولعل الأذان الشهير في بقاع الأرض ربما هو من نغمة الحجاز أيضا التي قرأ بها الآيات الكريمات. وهذه النغمة تناسب كثيرا قدسية القرآن الكريم، وتناسب العديد من المضامين الروحية في الإنشاد وغيرها. ثم إن أهل الفن والنغم في الغرب يستخدمون نغمة الحجاز للتعبير عن الشرق وعن العرب،
فأستاذ زهير يعني اختياره لهذه النغمة ربما لم يكن هكذا، فنسب كثيرا يعني تلاوة القرآن الكريم، وقد استمعنا إلى هذه التلاوة كما سبق أن ذكرت تدويرا وتحقيقا، وهناك سر أيضا، فاختياره لهذه النغمة لعله الأناشيد التي سيقدمها ستكون من نغمة الحجاز. نعم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ولعل يعني هذه الأصوات الجميلة الرائعة مساعدة، وهي التي تقربنا أكثر إلى الفهم وإلى تدبر القرآن الكريم انطلاقا من جمالها. في هذه السهرة معنا أيضا الأستاذ الفاضل الأستاذ مصطفى بالقاسمي، شاعرا معنا، أستاذ الأدب شاعرا معنا في هذه السهرة. أستاذ مصطفى، لو نتعرف على شخصكم أكثر في مجال الشعر كشاعر. أستاذ مصطفى بالقاسمي عضو اتحاد الكتاب الجزائريين، عضو رابطة الأدب الإسلامي سابقا. بدأت كتابة الشعر وأنا طالب بجامعة منتوري بقسنطينة، وأكتب القصيدة الصوفية، أكتب القصيدة المولدية، أكتب أيضا القصيدة الثورية، أكتب أيضا قصيدة ذاتية. طبعا شعري يجمع بين التفعيلة أو الإيقاع الحر وبين الشعر العمودي. لي مجموعات حوالي 3 أو 4 مجموعات شعرية كلها لم تطبع تحت الطبع، لكن نشرت لي قصائد كثيرة في مجلات وصحف وطنية وعربية. أطروحتي بالنسبة للماجستير حول الشعر الجزائري وهي الإسلامية والصراع الحضاري في الشعر الجزائري المعاصر، ونشرت في حلقات حوالي 20 أو 30 حلقة في يومية النصر، كان قد نشرها زميلي والنوغي. أيضا أكتب المقالة النقدية والمقالة الاجتماعية. كنت مشرفا على القسم الثقافي لأسبوعية رسالة الأطلس، وعلى ركن بدايات بالذات وهي قصائد الشباب التي كان ترسل إلى الأسبوعية، وأقوم بتقييمها وتوجيه الجيد منها، واختيار قصيدة تكون في كل أسبوع هي قصيدة الأسبوع. كان هذا الركن بدايات. إن شاء الله لعلنا نغتنم وجود الفرصة لنستمع إلى الشعر أيضا، وما الذي اخترته في هذه السهرة أستاذنا الفاضل أستاذ مصطفى؟ سأسهم في هذه الجلسة الطيبة، هذا الفضاء الجميل الذي أتحفنا فيه الإخوة زهير بصوته الدافئ، والأخ أيضا مفسر جيد، والأخ أيضا معلق في فضاء الإيقاع. أسهم بقصيدة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. القصيدة طويلة ربما لا يتسع لها المقام، ولكن سأجتزئ ما تيسر. في عام زحف الفيل لاح محمد، في عام زحف الفيل لاح محمد قمرا، تلألأ وجهه الوضاح، وسرى تضوع في الجزيرة عطره، وبدا بليل العالمين صباح. طفل أتى من معدن متسلسل، ختم النبوة مسكه فواح، نسب من الأخيار طهر خالص، وابن العناية أهله أقحاح، من نسل إبراهيم صفي صلبه، فسلاسل ابن الأكرمين صحاح، جمعت به الأقدار عبد الله زوج ابنة وهب، والتقت أرواح، عاش
عاش بواد غير ذي زرع فواسع رزقه بالاتجار يتاح خرج الأب الولهان يطلب قوته فترقبوه وما هناك رواح ولسوف ترحل بعد ست إثره أم اليتيم ودمعها سحاح لم تدري آمنة الشريفة أنها المشكات لم تدري آمنة الشريفة أنها المشكات ضاءت وابنها المصباح والكوكب الدري أرسل فيضه للعالمين الواهب الفتاح نشأ الأمين كما تشاء هداية نشأ الأمين كما تشاء هداية سر النبوة عصمة وصلاح لم تغر فطرته الزكية لحظة لم تغر فطرته الزكية لحظة عادات أعراب تشين قباح لم يزر بالروح الكبيرة ليلة كفر على مر الزمان بواح عبدوا الحجارة والخرافة فالربوب لديهم الأصنام والأشباح وعقيدة التوحيد لمع خافت والشرك سيل للورى مجتاح رانت على فطر الخلائق ظلمة حتى أتاها نهجه الوضاح وجد القبائل في الضغائن أمعنت وجد القبائل في الضغائن أمعنت أفنى القبائل ثأرها الملحاح فأبى سفاهتها وطيش شبابها وأتى حرى فتبلج الإصباح يمتاح من نهر السماء زلاله ويشيع في الأرواح ما يمتاح مرت عصور والقلوب مريضة حتى أطل طبيبها الجراح داوى فأشفى واستوت خير أمة للكون تبدع دأبها الإصلاح ومضى الحبيب إلى جوار حبيبه وعلى المحجة راية وكفاح وعلى المحجة سابقون تعاهدوا أحفاد أحمد وارثون صحاح يحمون إرث نبيهم ما زعزعت أبدا ذراه عواصف ورياح فإذا استغاثت في الأباعد حرة هبت بمعتصم لها الأرواح يا سيدي عذرا فقد دار الزمان وساسنا المزمار والشطاح فإذا استغاثت في القيود أسيرة فسلاحنا التنديد والنواح سقطت فلسطين الحبيبة سيدي والقدس تسبى ما هناك جناح يا سيدي رأيت أمتك التي كم ضاء منها للدنا مصباح هي قصعة للآكلين كما وصفت يرودها الشذاذ والنزاح ويمزق الشرفاء في صمت الدجى ومن الجماجم تصنع الأقداح يا سيدي عذرا فها قد سكرت أبصارنا وعدونا يجتاح لا ما أكلنا سيدي من قلة لا ما أكلنا سيدي من قلة ساد الطغاة فكلنا أشباح يا سيدي رغم الهوان وأمرنا ملك لأعداء السماء مباح إنا لنرقب ساعة الفصل التي يهوي مسيلمة بها وسجاح وتلوح جالوت وينهض فاتح وسماء قدس راية وصلاح بارك الله فيكم ما شاء الله شكرا جزيلا أستاذ مصطفى على هذه الأبيات الرائعة قصيدة جميلة جدا في حديثها عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم استمعنا قبل قليل إلى الأستاذ زهير فارس قارئا نستمع إليه الآن منشدا وممتعا بصوته الجميل ما الذي سيقدمه لنا أستاذ زهير
باقتراح مني كنت تحدثنا وأستاذ زهير يعني قبلا وصلة إنشادية أو وصلات إنشادية للمنشد حمزة شكور. نود أن نحيي هذا المنشد الذي توفي منذ سنوات. وحمزة شكور من أهم المنشدين السوريين الذي ولد عام 1944 وتوفي عام 2009 عن عمر نهز 65 عاما. كانت له فرقة الدراويش الحلبية المعروفة صوت رخيم. وأذكر أنني أهديت إلى المنشد زهير شريطين آنذاك أهدي إلي من المنشد حمزة شكور رحمه الله يعني شخصيا. وقد تعلمنا من هذين الشريطين الكثير. ولعلنا اليوم يعني نلتقي على ذكراه وحبه أيضا لنقدم من أعماله وموشحاته التي ذكر الله فيها عز وجل ومدح حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولم أجد أحسن من زهير من يقدم هذا العمل. زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا وإذا أردت بأن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب أن وعدتني في حبهم صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذر قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى عني خذوا وبيقتادوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى لقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم أرق من النسيم أرق من النسيم إذا سرى بدأت قولي
الجغر فإنك عالم سري وجغري وجغري فإنك عالم عالم سري سري وجغري عالم سري سري وجغري شكرا جزيلا لكم أستاذ زهير، أمتعتنا بهذه الوصلة الجميلة. كما ذكر الأستاذ اللحن جميل والصوت أجمل والكلمات رائعة أيضا. أعود إلى شيخنا وأستاذنا الشيخ موسى، ونحن تحدثنا انطلاقا من الآيات الكريمة التي استمعنا إلى ترتيلها وتجويدها عن الخضوع لله تبارك وتعالى، ثمرات ذلك أستاذنا الفاضل. يقول الله سبحانه جل وعلا في وصف صفات مؤمن يستقبل آيات الوحي المقروء، في وصف حالة يستقبل فيها المؤمن آيات الكتاب، فيقول إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. معنى ذلك أننا نتكلم في هذه الجزئية على ثمرة استقبال الآية المقروء. إن الحالة التفاعلية الوجدانية المشاعرية التي يحدثها القرآن في النفوس هي حالة تسمو فيها الروح فتسجد دابة الروح، كما يقول ابن القيم وابن تيمية بغلة الروح، تسجد الجوارح جميعا لله الذي قال عن هذا القرآن الذي تليت الآيات أمام المؤمنين كما وصفهم الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنا لا أذيع سرا إذا قلت لعلي من اللحظات القليلة التي أتأثر بالشعر لدرجة العبارات، كما استمعت للأستاذ الآن وهو يسطر بأنامله لغة عربية فصيحة ترسم معالم السيرة في بعض محطاتها على جناح السرعة، ثم حال الأمة وكأنه يستشرف مستقبلا يدعو فيه إلى رفع الهمم، ولكن يصف الواقع المرير فأثر فيه. فكيف بالقرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن، وهو أفضل من استقبل الوحي من السماء وأفضل من بلغه، ورغم ذلك كان يقول إيه يا أخو الناس، يسمع شعرها ويطلب أن يسمع شعر أمية بن الصلت الذي أنشد أمامه شعره، وكان يقول رجل أسلم شعره وكفر قلبه، وفي رواية كاد أن يسلم قلبه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر، وإن من الشعر وإن من البيان لسحر ومن الشعر لحكمة، وكان يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك. فتخيل أن هذا في الشعر، فكيف بالقرآن العظيم؟ الشعر لا يسجد له. السجود بالمناسبة كان شريعة من قبلنا، ولهذا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. والقرآن الكريم ذكر أن شريعة عيسى كان فيها السجود، فنحن من المفروض أننا نتفاعل مع القرآن ويحدث معنا هذه الحالة. ثم استحضار ماذا؟ بكاء يأتي هكذا مع الحالة الشعورية.
مشكلتنا كما قال ذلك الصحابي: يا رسول الله إني أعاني من أمرين. قال: أعاني قساوة قلب وجفاء دمع. فالنبي طبيب الأطباء، عرضه على ماذا؟ على صدمة إنسانية. قال: ادن اليتيم منك. لابد أن يعرضه، أنت عندما تريد الفيتامين دال تعرض ساقي الولد أو ظهره إلى بعض الشمس، وقد يحتاجها حتى الكبير. عرضه إلى صدمة إنسانية. ما هي الصدمة الإنسانية؟ هي صدمة رؤية اليتيم. أن قال ادن اليتيم منك، فتحس بهذه الحالة. احنا نقولوا لما تغسل ميت، هذه صدمة إنسانية. لما تروح للمقبرة: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. رؤية المرضى وحالات الأنين والوجع، هذه وأمور كثيرة، هذه تحرك فينا التفاعلية الوجدانية، بما يسمى في الخطابة بالمشاركة الوجدانية التفاعلية. حتى أن النبي قال: إذا قرأتم القرآن فابكوا، وإن لم تبكوا فتباكوا. استحضر البكاء. حالة هؤلاء التقاة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، ولاحظ الكلمة تعشق موضعها، آيات من؟ الرحمن. إن لله 99 اسما، وبالمناسبة الرحمن ذكرت في حدود 13 مرة في سورة مريم. البقرة ذكرت في حدود مرتين أو ثلاث، بمعنى البقرة مع طولها ومريم مع قصرها مقارنة مع البقرة، جاء سياق الآية ذكر رحمة ربك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. البداية رحمة والنهاية رحمة، وفي كل سياق الآيات الرحمن، الرحمة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بل أنه حين تكلم على العذاب: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فجعل الرحمة مع العذاب، لكن قال يمسك، رغم أن الكافر المشرك لا يستحق أن يمسه فقط. قال: فبمجرد أن يمسك معنى ذلك أنه قد رحمك. فاستعمل الرحمن هنا ليأتي سياق الصورة في نفس النسق. وهنا قال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. الرحمن صفة الجمال والجلال، صفة الجمال، The beauty of God، جمال الله عز وجل. عندما تقرأ الرحمن تستأنس. ولهذا عندما نستفتح الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، ليس المنتقم ولا الجبار، الرحمن الرحيم. وهنا فمن نظرة الإنسان لهذا الفيض من الرحمات: الرحمون يرحمهم الرحمن. ومن علامات الرحمة أنه هو أضحك وأبكى. بالمناسبة صفات العلماء الربانيين يمتازون بصفتين: سرعة الابتسامة وسرعة الدمعة، عكس ما نراه اليوم عند بعض الناس. تقطيب الجانب ليس من علامات أهل الإيمان، أنك ما تبتسمش. لم يرى النبي إلا باسم الثغر، الأسنان ما همش عورة. ثانيا سرعة الدمعة. ومن علامات الخير الموجود في قلبك أنك راقب نفسك: هل تنزل الدمعة للموقف الإنساني؟ هل تنزل الدمعة إذا رأيت حيوان في الطريق ممكن دهسته سيارة؟ هل تتأثر أنت لموقف رجل مريض أو نحو ذلك؟ إذا وجدت في نفسك هذه الحالة الإنفعالية التفاعلية، فاعلم بأنك إنسان. وأختم بهذا: إذا أردت أن تصف لي إنسان، لا أطلب منك أن تقول لي إن كان صادقا، إن كان جميلا، إن كان كريما، قل لي فقط إنه إنسان. صفة أن تطلق على الإنسان إنسان شاملة، إذ لا يمكن أن تصفه بالإنسان وهو قاتل، وهو قاطع صلة رحم، وهو آكل لمال اليتامى، وهو متجبر في الأرض. الإنسان كما أراده الله هي الصفة التي فيها الأنس، وبه يأنس الناس، وبه يعيش حالة أنس مع كل المخلوقات التي من حوله. هذا الذي أفهمه من هذه الآية الكريمة ومن ثمار السجود لله عز وجل. شكرا، شكرا، بارك الله فيك أستاذنا الفاضل، جزاك الله خير، أرهقنا فكريا بالتركيز لقوة طبعا البيان وقوة هذه الأفكار. جزاك الله الآيات القوية، الآيات قوية، جزاك الله خير، شكرا جزيلا لكم أستاذنا. نرتاح مع الأستاذ يوسف و وما سيقدمه لنا إنشاداً كلام شيخنا راحة في راحة، لأنه مستلهم من القرآن الكريم. طبعا أكيد. إذن
نشيد أو قد بعنوان أتيناك بالفقر يا ذا الغناء. أريد أن أنسب دائما النص لصاحبه الشيخ عبد الغني النابلسي, هو صاحب هذا النص الجميل جدا, أتيناك بالفقر يا ذا الغناء وأنت الذي لم تزل محسنا إلى غير ذلك. نعم. فأتشرف بأدائه وهو يحقق معنى الخضوع لله عز وجل. نعم. لم تشرح لنا كلمة القد أستاذ يوسف. القد هو إحدى القوالب الغنائية أو الإنشادية, مثله مثل الموشح والقصيدة والدور والطقطوقة إلى غير ذلك. القد يأتي بنغم, نفس النغم الذي يتكرر في كل بيت, تتغير الأبيات ولكن يبقى النغم هو هو في كل القصيدة. وإذا أضفنا يعني لحن ثاني قد يسمى نشيدا وقد يسمى شيئا آخر. نعم. أحسن الله إليك, شكرا جزيلا على هذه الإفادة القيمة. نستمتع بصوتكم وما تؤديه مع المجموعة طبعا مشكورة. يلا على بركة الله. يا الله يا
شكرا لكم سيد يوسف سلطاني على الأداء، شكرا للفرقة أيضا على تميزها على أدائها. إلى شاعرنا مشتاقون طبعا للعودة إلى الكلام الموزون الجميل، نستمع إلى قصيدة أخرى مما كتبتم أستاذنا الفاضل أستاذ مصطفى بالقاسمي، تفضل. ربما سأقرأ أبيات أو لا أدري من قصيدة قيلت أو كتبت في خضم تلك الهجمة الشرسة على شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكون هلل صادحا للمولد، يا شاعر الصمت الطويل المجهد، الكون هلل يحتفي بقدومه فاصدع، فهذا اليوم يوم محمد صلى الله عليه وسلم، يوم الشفيع، وكيف لا نهفو إلى يوم على مر الزمان مخلد. يا سيد الكونين جئتك مادحا بقصيد شعر في العناء مقيد، فاطلق لساني يا رسول، فاطلق لساني يا رسول ليرتوي من فيض حبك في المدى المستعبد. يا شعر جد في المصطفى بفريدة، طوف على تلك الشمائل وانشدي، وأعد حديث حبيبنا، فقلوبنا بالران لفت في الزمان الأنكد. فمحمد طب القلوب ودفئها، فمحمد طب القلوب ودفئها، وهو الشفاء لكل داء مقعد. ومحمد نور الصدور وشرحها في فتنة العصر البهيم الأسود. ومحمد يوم الصراط شفيعنا ودليلنا لدنا النعيم الأخلد. فاسكب على الروح الكسيحة دفقه تروى وتسبح في الفضاء الأبعد. صلى عليك الله في أكوانه وفداك نفسي، ثم ما ملكت يدي. يا سيدي ما كنت أحسب أننا نحيا إلى زمن يسيء لأحمد. مليار مليار يعد عديدنا وتهان فيه من رسوم معربد. تبت يد جارت على خير الورى، رسمت سعار الحاقد المتوقد، بأصابع سكبت صدى غلوائها حسدا لكون ناسك متعبد. سبابة أزرى بها إبهامها، ولربما تعلو غدا بتشهدي. عضوا أنامل غيظهم وعوائهم عبر العواصم في الغثاء المزبد. كم غاضهم أن تستفيق جموعهم وتؤوب للنهج القويم الأمجد. قد هالهم درب المحجة ينجلي في العالم المتصهين المتهود. مليون مليون رموا صلبانهم وهدوا إلى الإسلام خلف محمد، وهدوا إلى الذكر المريح قلوبهم، وقد اطمأنوا بعد تيه مفسد. وإذا الأذان يرود في آفاقهم، وإذا الصفوف بألف ألف موحد، والله أكبر تستريح بفطرة، فتؤوب نفس للنعيم وترشدي. وإذا الحجاب يموج في ساحاتهم من ألف ضائعة تتوب وتهتدي. وإذا ألوف العاريات يعودن طوعا للصلاة وللخمار الأسود. وإذا السكارى والحيارى سارعوا يتنافسون تقا بأروع مشهد. فتح الفتوح
يرود في أجوائهم هونا بلا سيف تماوج في يدي. عاد الحبيب إلى جوار حبيبه والفتح ماض من منارة مسجدي. نمهاني أن يا سيدي فجموعهم في التائبين الراكعين السجدي. سبحان من وهب الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم أسرار فتح في الزمان السرمدي. يا من تشوق للحبيب وصحبه يا طامعا في الحوض حوض محمدي. آمن به وأحبه ثم اتبع سننا رواها والتزمها واقتدي. واحلم بقبر في البقاع تزوره وبشربة الفردوس من تلك اليد. وأدم صلاتك والسلام أعد معي صلى عليك الله ألفا سيدي صلى عليك الله. لا تبخل بها رطب بها فمك المحبة ورددي صلى عليك الله يا شرف الدنا صلى عليك الله يا شرف الدنا. ما هللت شفة بذكرك سيدي صلى الله عليه سيدنا عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا أحسنتم وبارك الله فيكم على هذه القصيدة الرائعة في ما ذكرته من هجمة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا قبل الختام نتحدث مع أستاذنا الأستاذ الفاضل زهير فارس. أستاذ زهير أكيد استمعنا إلى أناشيد جميلة وسنستمع أيضا في ختام هذه السهرة. أستاذ زهير يعني كان تفرغ كثيرا إلى القرآن الكريم إلى الحفظ وإلى يعني الإجازة إلى غيرتك ولكنه لم ينسى الإنشاد أيضا. ما جديدكم في هذا المجال؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة أنا لم أبرح الإنشاد ولم أغادر الإنشاد يعني يوما ما. إنما هذا الإنشاد الذي صاحبني طوال مراحل عمري وحياتي ولكن بدرجات متفاوتة طبعا ومناحي الحياة مختلفة وربما الإنسان ربما تجذبه إليه الكثير من الأشياء منها الأشياء الدراسية ومنها الأشياء الأسرية. ولكن الإنشاد دائما يبقى حتى وأنا أردد بعضا من الأناشيد وبعض من القصائد مع أولادي وفي الأسرة وربما في بعض من المناسبات كمناسبة المولد النبوي الشريف وكمناسبات مثلا في الأمسيات القرآنية كذلك يطلب منا في الكثير من الأحيان بعضا من القصائد في مدحه صلى الله عليه وسلم في توحيد المولى سبحانه وتعالى. وكذلك في بعض الأحيان هكذا تكون لي بعض التغريدات أو بعض من المحاولات على الفضاء الأزرق ربما أعيد بعض الأناشيد القديمة أو أسجل بعض الأناشيد أو الأغاني الهادفة الملتزمة الجديدة. فربما زهير فارس دائما يبقى مع الإنشاد ولكن مش بذلك التركيز الذي كان فيه في ربما في وقت مضى نظرا لازدحام المشاغل ونظرا لربما أنا كما تعلمون في مهنة الإمامة والإمامة كذلك تجذبك إليها وتأخذ منك الكثير من الوقت. ولكن زهير فارس دائما يحاول أن يظهر للناس ذلك الرجل أو ذلك المسلم الذي يصور شمولية هذا الدين والذي يصور كذلك أن هذا الدين فيه جد وفيه مرح وفيه ذوقيات وفيه فن كذلك. وهذا الفن ربما هو القالب الذي نراه في هذه الفترة المعاصرة هو القالب الجميل الذي نسوق فيه أفكار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسوق فيه كذلك الأفكار التي جاء بها القرآن الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك وأن ننفع أنفسنا وننفع الناس بهذا الفن المشوق الذي نمدح فيه والذي ندعو فيه إلى الرسائل الخالدة التي جاء بها هذا الدين الحنيف. بارك الله فيك حسن الله إليك. شكرا جزيلا لك أستاذ سلطاني. إضافة
نعم. هو ظهر اليوم حاضر معنا في برنامج حديث الروح بمجموعه من الوصلات الانشاديه. نعم. طبعا ليس غائبا طبعا, طبعاً. نعم. اكيد حاضر معنا. نعم. وما سياتي ان شاء الله. نعم. نختم بها. نعم نختم به للتذكير, فان المشرح والمول الذي قدمه ظهير, يعني في الشيخ ظهير في الفقره الاولى, كان موال زدني بفرط الحب فيك تحيرا لابن الفارض, وموشح بحمدك يا إلهي بدأت قولي, والآن سيقدم لنا بحول الله تعالى موشح أو توشيح يا عالما بالسر ضاق بي المدى.
شكرا جزيلا سهر فارس على هذه الوصلة الجميلة، بها نختم هذه السهرة ونودع هذه الوجوه النير على أمل أن نلتقي في فرص أخرى بإذن الله. شكرا جزيلا لكم شيخ موسى عزوري، شكرا جزيلا أستاذنا أستاذ الشاعر أستاذ مصطفى بالقاسمي أستاذ الأدب بجامعة تيزي وزو على حضوركم وعلى هذه القصائد الرائعة والجميلة. أستاذ يوسف السلطاني شكرا جزيلا لكم ولفرقتكم أيضا فرقة سماع، شكرا أستاذ زهير فارس على حضوركم معنا وعلى كل ما أمتعتنا به. الشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء على وفائكم وعلى إنصاتكم وعلى استمتاعكم معنا في هذه السهرة. ألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديث جرى بروحي سرى.